هي تمديدكم المشؤوم المسؤول الساقط والداعي المرجونة من هاون دقت ساعة التمديد، فكان هذا الحراك المدني على تقاطع الطرقات في وسط بيروت المؤدية إلى ساحة النجمة، والهدف منع النواب من الوصول إلى البرلمان للتصويت على مشروع التمديد. وهكذا كان المشهد. يا شباب القوى الأمنية من أمن داخلي وجيش حضرت بكثافة إلى وسط بيروت وعمدت إلى إبقاء إحدى الطرقات نافذة باتجاه ساحة البرلمان لسيارات النواب، لكن بعضهم لم ينجى من سلاح المعتصمين المتمثل في البيض والبندورة. مشكورة القوى الأمنية اللي عم تتعاطى مع شعبها وبالنتيجة عم تنفذ أوامر. نحن علينا بالمحاولة، قمعنا الصبح هون بس بطريقه مقبوله قمعنا. يعني ما بعرف وين طعموا سلسله رقم الرواتب اللي عم يطالبوا بالسلسله، يعني مجلس النيابه عم يمدد لحاله ونسيكم بالاساس. نحن على المرتبه ال 128 بدرجه بسلم الفساد العالمي، اذا بدنا نرجع نجدد لنفس هود النواب بدنا نضلنا بنفس هيدي النتيجه. وبعد انتهاء الجلسه هكذا علق النائب الممدد لنفسه رياض رحال عن الحراك الذي يقوم به الشعب اللبناني رفضا لخروقهم الدستوريه والقانونيه، حيث لا نستطيع القول سوى أن الكلام صفة المتكلم. فيني أسألك شراء؟ لا ما تسأل. لا لا حراك المجتمع المدني اليوم شو بيخري؟ وبعد إعلان التمديد كان للنواب جولة ثانية من الرشق بالبندورة والبيض، حتى أن أحد مواكب رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يسلم. أما في شارع جورو فوقع خلاف بين مرافقي أحد النواب والمعتصمين الذين حاولوا دخول ساحة النجمة. ذكرتونا بنظام الوصاية والاعتقال. لعب الشوم لعب الشوم لبنان نحن الاحتلال. لا لا للتمديد. مثلا القوات اللبنانية تعهدت لنا كمجموعة من أجل الجمهورية بالتصويت ضد التمديد، هل من جمعة صار في رؤية عند القوات اللبنانية انه والله التمديد حاصل من هيك لازم نصوت مع؟ قدمنا شكوى امام الامم المتحدة وخلي النائب فتوشي بيقول للامم المتحدة انها هي ما بتفهم بالقانون. الشكوى هي ضد التمديد، ما فيها يعني واضحة. هذه الامرة كان إلى الفضل الاكبر اليوم بعملية رشق ما يسمى بنواب، ولكن هم جبناء بكل ما للكلمة من معنى جبناء. بس رشقته بالبيضة لأنه سمينا نور، قال نحن النور وهن يلي محتلين وحرامية وصاروا المدردة قاعدين وبعد بدون يمددوا لحالهم، نحن النور وهن الشرفة، فشر برقبتهم، نحن الشريفين ونحن اللي عم نطالب بحريتنا. حتى كلمة نائب ما رح نسميهم، يا ريت كنتوا عم تشوفوهم كيف عم بفوتوا بالزواريب مثل الفئران والخفافيش، فنحن لن نقبل. اوعى تفكروا خلصت هون او خلصت اليوم، نطلب منكم تحولوا كل لبنان الى مكان لرفض هذا التمديد. الدرك والقوى الامنيه عملوا واجباتها، بس قلت لهم عم انتم شرعيين بس عم تاخذوا اوامركم من مصادر غير شرعيه. ومع مغادره النواب عاد المعتصمون الى نقطه الانطلاق في ساحه رياض الصلح لاعاده التقييم واخذ قرارات بالتحركات المقبله. اصداء تصريحات ساحه النجمه وصلت الى ساحه الاعتصام وكانها تقول الشعب يستغل الزعماء والزعماء معترين، في حين ان اصداء هذه الساحه تقول اين هو الشعب المطالب بحريته وسيادته واستقلاله. من تقاطع ساحة الشهداء النهار، باسل العريضي، قناة الجديد.